تواصل أجهزة الدولة خطتها لرفع المعاناة عن سكان المناطق العشوائية لتوفير سكن ملائم لقاطني هذه المناطق. مشروع معا هو واحد من أبرز تلك المشروعات في منطقة السلام بشرق القاهرة، سيغير حياة أكثر من 4400 أسرة، سيتم نقلهم من العشوائيات لسكن يضمن لهم العيش الكريم. المشروع كله هنا خدماته متكاملة حسب توجيهات الرئاسة. الشقة 75 وفي نموذج 65. الشقة مفروشة بالكامل، أجهزة كهربائية وفرش، يعني إخواتنا يجوا داخلين الشقة جاهزة. بالنسبة للخدمات، كل الخدمات هنا متاحة، يعني مبدئيا من أول لحاجات العبادة، في جامع وفي كنيسة. وبالنسبة لأصحاب إخواتنا أصحاب المهن، في هنا مركز ورش حرفية، في 60 ورشة بجميع أنواع الحرفية. وبالنسبة برضو كمان في خدمات المرافق كاملة، مية وصرف وكهرباء وغاز وتليفونات ونت. من المقرر أن يضم المشروع بالإضافة إلى العمارات السكنية والمشروعات الخدمية الضرورية عددا من المنشآت التي تدعم وتحافظ على النشاط الاقتصادي للسكان. تم عمل منطقة للورش الحرفية واحد فيها 61 ورشة لأهالينا، إن شاء الله لما ييجوا هيلاقوا مكان يشتغلوا فيه. تم انتهاء من عمل المسجد، مدرستين، مدرسة تعليم أساسي ومدرسة ثانوي. تم الانتهاء من عمل 9 عيادات وصيدلية، وبإذن الله دي حاجة مؤقتة لأن هيبقى في مركز طب كبير في المستقبل بجانب منطقة الكنيسة، منطقة دار الأيتام، المركز الثقافي، المول التجاري، وفي هيبقى في مركز شباب. الوحدات السكنية في مشروع معا سيتم تسليمها كاملة المرافق ومؤسسة بالكامل بهدف رفع عبء التأسيس عن كاهل سكان تلك المناطق التي عانى أهلها طيلة عقود. مصطفى سعد، اليوم.